سلام. ما تخافوا شغيه هذه سهله. اليوم بدنا لكم لايف من طوموبيل كي دايرين داخل السياره. لاباس عليكم؟ كاين سيور فايس مسخ. قال لكم ما تخافوش راه واخا لابس الماسك. المهم اليوم بخير كي داير مع الصحه بعدا لاباس عليكم؟ قال لكم نتمنى تكونوا على خير وبخير في هذه الحلقه هذه. غتكون عاوتاني كالعاده بحال الحلقه اللي فاتت غتكون زوينه بزاف غنديكم واحد البلايص واعرين، ولكن بطبيعه الحال داكشي غيبقى سري حتى تشوفوا المفاجاه. اول حاجه غنمشيو دابا بخصوص السياره، لان السياره مع التلج حاجه وحده كيحماق على التشارج. تشالنج كيديروا تشالنج. المهم السياره موسخه مقلقة ما فيها ما يتشاف، غنديوها وغنوريكم الطريقه ديال السيلف سيرفيس في الغسيل ديال الطوموبيله، وغن بعد مننا نغسلوا الطوموبيله غندوزو نديروا السويس. لا نشيل واحد القضيه بغيت نقول لكم، ان واخا كتشوفوا الشمس صوري اليوم برا، واخا كتشوفوا الدنيا مشمشه برا وكتشوفوا الجو زوين ربيعي وداك الشيء، راه العكس هو اللي كاين. راه دابا ناقص 6، ولا شفتوا هنايا الترمومتر ديال الطوموبيله ها هو غيوريكم بانه داير 21 درجه فهرنهايت اللي هي في امريكا ما كيديروش سيلسيوس. هنا المقابل ديالها في المغرب ناقص 6، يعني ناقص 6 راه بحال قلتي فريغو. دابا جينا باش نديو الطوموبيل الحمام، غادي تغسل مسكينه حيت ولات حالتها. هنايا هاد البلاصه هادي فين كيديروا الفاكيوم لاسبيراتور، كيشطبوه شو شحال من وحده كاينه، وكل واحد كيهبط كيصوب على راسه، يعني ما غاديش يجي شي حد يصوب لك يخمل لك طوموبيلتك كتخملها على راسك في هادو اللي هنا. اما الغسيل كيكون داخل، ودابا كتشد النوبه كاينه ها الاولى وها الثانيه وها الثالثه. في هاد الفتره ديال الثلج كان خاصك تغسل الطوموبيل بزاف د المرات، حيت كتكون الملحه كيديروا الملحه في الارض، وديك الملحه كتاكل الطوموبيل ياك. كترشي الحديد ديال الطوموبيل. دابا انت كتوصل هنا. دابا حنا وصلنا اول مرحله هي الغسيل. خلاص كيتسد عليك هذا بعدا، كتخلص الكريديت كارد ولا الكارد ديال البنكه، كديرها كتغشي لا كارد ديالك، كدير انتر ويد كاش اور كارد. لا ماشي عندك الكاش. صافي هنا كيعطيك واش تغسلها من برا ولا فول سيرفيس، يعني من برا ومن داخل. بغينا غير برا. تغسلها من برا لان برا اللي مقلقه بزاف وموسخه. كاين هنا كاين كتختار واش تغسل الروايد معاها ولا تغسل غير الفوق ديالها. انا كندير بانه حتى الروايد 12 دولار. واخيرا سالينا من الغسيل ديال الطوموبيل. دابا غنوريكم الطوموبيله كيف ولات الحاله ديالها. ها هي ولات الطوموبيله كتشعل، ها هي ولات عروسه. ها انتم شفتوها ولات عروسه، ولات كتشعل، ولات الطوموبيله زويونه، ما بقى فيها لا وسخ لا ملحه لا ثلج لا حتى شي حاجه. ها هي ولات الطوموبيله نقيه كتشعل. المهم اليوم غادي نديرو وصلنا للبلاصه اللي غنديروا فيها ليسانس، وصلنا البومبه ديال الموبيل، واحد البومبه ديال الموبيل هي قريبه للدار هذه. اليوم ليسانس ديال 3 دولار 19 سنت، 3 دولار 19 سنت، يعني 3 دولار 19 سنت للغالون. هنا في امريكا كيعبروا ما كيعبروش بالليترو، كيعبروا بالغالون. الغالون هو 4 لتر ونص، يعني 4 لتر ونص 3 دولار 19 سنتيم 19 سنت. الى جينا نحسبوا بالدرهم المغربيه تقريبا، هنا في امريكا كيبيعوا ليسانس ب 7 دراهم، تقريبا 7 دراهم لتر. كيفاش غادي نديروا ليسانس؟ قضيه سهله وماهله ما صعيباش. كنفتحوا الترانك ديال الطوموبيل، كنفتحوا التانك ديال الطوموبيل كنفتحوه. وهنا كاينه هذه
هنا النوع ديال ليسونس اللي كتستعمل. كاين هذا انا كنستعمل 87، ها هو 87 هو اللي كنستعمل. كيفاش غادي نخلص؟ غادي نسكاني الساعه ديالي، هاي تسكانات، غادي تعطيني هنايا تعطيني ريموف نوزل، يعني غنهز هذا فردي وغنحطو هنايا. من بعد غادي نختار النوع ديال ليسانس. كيف قلت لكم 87 ليسانس، 87 تبرك على 87 وكنبدا ندير ليسانس. كاين هنا واحد البوطون هاهي لتحت، هاهي ديرها هكا هادي هاد البوطونة هادي كتبرك عليها كيبقى ليسانس دايز راسو. ها هو ليسانس دايز راسو صافي، طريقة سهلة، ما كاين لا تسنى شي واحد ولا تسنى حتى شي حاجة، المهم كدير ليسانس راسك. وهذا اللي مورايا اللي كتشوفوه هنايا هذا موبيل مارت، هذا بحال قلت شي حانوت صغير بحال اللي عندنا في المغرب، حانوت صغير هو كيكون في كيتباع فيه الكارو. اليوم ما قلناش لكم علاش غادي تشوفونا في بزاف البلايص، حيت هذا النهار هذا تيكون دي اوف عطلة، وهذا النهار عندنا حنا تنتقموا منه شر انتقام، تنمشيو لكاع البلايص وكاع الاماكن ونتقداو ونديرو كاع داكشي اللي خاصو يدار باش نحيدو عندنا كاع الاغراض اللي كنديرو نهار دي اوف نهار العطلة. وهذا الاخ بيوريكم واحد الحاجة كيتسناني، بيوريكم واحد الحاجة، الله يجمع عليك واحد المفاجأة هنايا، بيوريكم واحد الحاجة. حاولي تصوري من جهة الشمس كيف كتهضر، وهذا علاش ميشا اللي شاف الشمس يقول الصهدرة البرد البرد البرد، يعني خلينا في الطوموبيل حدانا حيت البرد بزاف. شكون هذا؟ هذا السيد هو هذا هو الامريكي الاصلي، هادو سكان امريكا الاصليين، هادو هما اول، ماشي كريستوف كولومبوس هو اول واحد اللي اكتشف امريكا، هذا غلط، هادو اللي اكتشفوا امريكا، هادو هما اللي كيتسموا هو براسو جاتو الشمس، هادو كيتسموا الهنود الحمر، هادو هما السكان الاصليين ديال امريكا، ماشي ديال امريكا بوحدها، ديال امريكا القاره كامله، ديال كندا الولايات المتحده المكسيك حتى البرازيل، هادو ديال السكان الاصليين جاو من الهند، من الهند اسيا قطعوا اسيا كلها حتى لسيبيريا ودازوا لامريكا. هادشي انا كنعاود لكم عليه ايام تقريبا قطار 4000 5000 سنه قبل الميلاد، يعني كريستوف كولومبوس راه حتى 1000 حتى كولومبوس اكتشف امريكا، هما الاولين وعندهم واحد الساجي خاص بهم. دابا حنا جينا لهذا المحل سميتو، نتمنى نوريكم سميتو، سميتو بيست باي، كيتباع في اي حاجه الكترونيك، تليفونات، بسيات، كابل، خيوطة، اللي بغيتوها كاينه هنا، وكيكون الأثمنة ديالها مزيانة، تا هادو الفرارن ديال الضو، يعني أي حاجة ديال الضو كتباع هنا في هاد المحل، في هاد المحل هذا. دابا مني غادي تبدا هنا غير شفت هاد الكاميرات وأنا نتلف، بقيت كنقول هادي اللي بغيت، لا هادي لا ماشي هادي، هما واعرين الكواليتي ديالهم واعره، كيصوروا مزيان، الزوم فيهم مزيان، هنا تنشوفوا غير تنجربوا ما تصوروا ما والو. والاثمنه ديالهم تيكونوا من 400 دولار حتى 1000 دولار على حسب الماركه وعلى حسب كل واحد شنو، مثلا 1000 دولار 900 دولار يعني مليون مغربيه. ولكن ملي كتكون عندك هادير تتشوف الكواليتي ديال التصاور كتكون زوينه. وهنايا كنا كنقلبوا باغي ناخذوا هذا ديال الرينغ لايت، فاش كتحط التليفون ديالك وتتصور باش كتكون مرتاح، ملي كتكون كتصور كتكون مرتاح، وكل واحد والثمن ديالو على حسب لا مارك، على حسب لا مارك. وهنا كنشوفوا في الميكرو هنايا هادو باش كيسجلوا الصوت وكيفيلتري الصوت، ولا اللي كيغني ولا اللي كيسجلوا اغاني ولا اللي كيسجلوا الفلوغات. هنايا كنت انا كنشوف هذا هو اللي كان عاجبني، ديال الكاسك مع المايك ديالو باش كتهضري وكتسمع زعما كتشوف الصوت واش واضح ولا لا. يلا قولوا لنا بالصحه دابا، وجدوا راسكم الفيديوهات، شنو شريت؟ شرينا هادو، شنو هو
هادي وهادي. شينا هذا باش نديرو لكم صوت واضح جدا جدا. وهذا المهم هادو جوج مهمين بزاف بالنسبه للبلوغر. هادي ضروري الواحد باغي يدير فيديو سيبور ديال التليفون وديال الكاميرا كاميرا. وهذا ميكرو ان شاء الله مستقبلا نشري هادي لهنا. اها نشريوها. وي برد برد غندخلو دابا. سالينا التقضية دابا حنايا كنا باغي ندو يانيس يلعب حيت صدعنا باغي يلعب ولكن فينا الجوع هاتي مصاري تيغرغر. صراحة حتى انا فيا الجوع وغادي ندخلكم لواحد المطعم ياباني سميتو توفول كينوما. حنا في العادة في العادة كناكلو في الدار ديما الا نهار ديال العطلة. اليوم العطلة وليت نخرجو تنشد انا عطلة من الكوزينة. هذا توفول كينوما مطعم ياباني مشهور ولكن عجبنا فيه فيه اكل صحي وفيه اكل غير صحي. يعني انت وشنو بغيتي وحنا حنا بحكم تناكلو اكل زعما غالبا اكل ديال الدار وكنطيبو. دابا نوري لكم فيه السوشي واحد فيه السوشي. هي مطحيت مطعم ياباني كاع المطاعم اليابانيه في امريكا مطعم ياباني. غادي ندخلو كاين ما يتقصى كاين ما يدار. تسناوني تسناوني صافي يلاه ندخلو غادي نوريكم انواع الاكل. هذا من بين المطاعم اللي كيف عارف انواع الاكل موجود هنا. كاين واحد اكواريوم فيه الحوت. بلاصه مفضله عندي هي. بلاصه مفضله عندي هي فيها الحوت. فيها الحوت فيه شي اها حالي منظر فيه زوين. هذا راه ماشي العافية يانيس يانيس مستر بيج وان يانيس كحمار على الأسماك والحيوانات. لا هذا علاش كاين حلو بالفلوس تما شحال الفلوس سوانت. دابا غنمشيو نخبطو باش كتخلص في البداية. أنا أوريكم بعد الديكور كتخلص في البداية من بعد كتحجز الأحصنة. هاد المطعم باش زوين حاطين الماكلة هكا حاطين بيفي وكتمشي نتا كتختار. يس وات كتختار نوريكم. دابا غادي ندير واحد المقارنة غادي نتوما غادي تعطونا الرأي ديالكم شكون الأكل ديالو صحي. هذا الأكل ديال ماجدة. أنا كل قنية ولكن هذا شوية ماشي صحي ولكن المهم أكل ديال ماجدة أكل ديال يانيس الاكل ديالي انا نتايا انا مهم خلطه. المهم انا الماكله ديالي ديما هكا الماكله ديالي فيها خلطه فيها اللحم وفيها كلشي الروز وفيها كلشي. وانا اكل رجعنا لكم عاوتاني بقاونا في الطوموبيل بالماكله بالطوموبيل تجاني النعاس. دابا قال لك يانيس والو باغي يلعب. صراحه ما كرهتش انا لشي سياست فيها عيني تسدو والشمس جات عيني. المهم عينا دابا ماشي اليوم النهار راه تيكون عندنا هكا ديما هذا النهار هذا بالضبط. اليوم الاثنين ديما كيكون بحال هكا ديما كيكون عامر بروغرام. غنمشيو نديكم لواحد البلاصه خاصه بالدراري الصغار كيلعبوا فيها. المهم غنمشيو نحماقو تما شي شويه ونتسطاو مع يانيس. يلا نشوفكم في بلاصه الالعاب. باي. اوكي اوكي يانيس ار يو ريدي. المكان المفضل عند يانيس. وصلت نوبته. يانيس ما يس ار يو ريدي يانيس؟ يس بيكوز وي غو شو ديناصور. اوكي ليتس باي يانيس. يمشي يدابز مع الديناصور يجري شوف الارض. هنايا هادي بلاصه ديال الالعاب ديال الدراري الصغار حيت دابا البرد البرد اصلا اغلبيه كيدخل ولادو يلعبوا في شي بلاصه مسدوده ما يمكنش. واليوم كتحل مع الجوج مع جوج النهار من الجوج حتى السبعة حتى السبعة العشية وكتسد. كتخلص على ولدك وتيبقى يلعب النهار كامل هنا وسخون ومرتاح وكيحيد كيحيد زباطو وكيبزغي تقيشراتو فيه بزاف البلايص. كتسمعو الضجيج يانيس يانيس خاصك تسنى نوبتك باش تخلص هنا. خاصنا الماس يانيس يور شوز يور شوز يس ذا كيد دايس وور جيم اس. هاف ا ليتل بيت ثانك يو سويت هارت.
Okay, mommy's turn. Thank you. Wait, wait. Your shoes. Thank you. Your shoes. نركز. هو صراحة يانيس طالع كيشبه لأمو، عزيز عليه تصور بزاف، وهانتوما كتشوفوا غير جالس وكيصور في الحيوانات هنايا، كيصور ماشي بحالي أنايا، كيتصور بحالنا، ماشي بحالي أنايا، يعني سبحان الله عزيز عليه تصور بزاف، كيصور بزاف، 1 2 3 جو اوكي المهم قال لك شنو طاح اللي طاح اللي هو الخاسر انا بحال دير الماسك يلا بلا تسجل لكم مسابقه جبنا يانيس يلعب ولا انت تلعب الحقيقه هاد البلاصه والله الا صار كبار زوينه اليوم كتحسوا بواحد الراحه يلا نشوفوا يلا فرجنا 1 3 2 1 جو يانيس جو يانيس لقى الطريق خوتي السلام عليكم وأخيرا صباح سهلة وصلنا للدار عيينا مدقدقينا كيف ما كيف قال واحد التلميذ شحال هذه قال لهم فاتي جينا فاتي يعني ناعس بلا صداع بلا حرج يعني إلى كتلعب بزاف وما بقينا شفتونا من الألعاب جينا للدار صافي حيت داز النهار طويل وشاركناه معكم ونتمنى يكون عجبكم وما نكونوش طولنا عليكم ونكونوا خفاف على قلوبكم وديروا لنا لايكات الا بغيتوا فيديوهات جداد لايكات شير داكشي كله انا ما غاديش نهضر حيت صوتي من مجهد غادي نفيق يانيس وما قادش نركبو ونقدر علي به في الدار نخليكم الى اللقاء في فيديو جاي ان شاء الله في اقرب وقت ممكن